علي جوهر، ثالث مركز الاحداث في قريه المعلقه، وسجلنا بالمركز، المركز في اكثر من مكان، صابون، منظفات، احداث وصحي، فسجلنا بمهنه الاحداث، الحمد لله الان صرت قادر انه مثلا اقدر افتح محل احداث، علمونا على الحرام، على التفصيل، على كل شيء. قامت نقابة المهندسين السوريين الأحرار بدراسة مشروع ماء ونماء الذي يضم تشغيل ثلاث محطات أربع محطات ضخ في ريف القنيطرة بالإضافة إلى مركز مهني يدرب ثلاث مهن رئيسية اللي هن أحداد أو الحام كهربائي بالإضافة إلى صناعة منظفات منزلية خاصة بالنساء وتمديدات صحية. طبعا عدد المتدربين الإجمالي 120 شخص يتم تخريجهم على دفعتين، مدة الدورة ثلاث شهور. ايش طيب؟ يلا حقيقي. هسا اجونا السائحين المصنعين احنا؟ طلعت؟ ما طلعت الميتين شو في؟ ما في عندنا؟